صباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي، اهلا وسهلا بحضراتكم على شاشه الاهلي تي في. قدامنا دقائق بسيطه جدا وننقل لحضراتكم المؤتمر الصحفي الخاص بمدير الفني الجديد للنادي الاهلي بيسو موسيماني. الحقيقه يمكن الصفقه دي كانت مفاجاه من العيار الثقيل، ومعاها حملت امال كثيره جدا لجماهير النادي الاهلي خصوصا في المرحله المقبله. قبل ما نتكلم على الصفقه وقبل ما نتكلم على تفاصيل كثيره جدا، اسمحوا لنا نستقبل امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي. اهلا بك امير، نقول مبروك. الحمد لله. الحمد لله. انا بيتهيالي طبعا التوقيت كان مهم جدا، واعتقد انه عشان الاهداف اللي حاططها النادي الاهلي قدامه خصوصا طبعا بطوله افريقيا كان في اعتبارات كتير وكان في سيفيهات اكتر، يمكن النادي الاهلي فكر فيها اسماء كتير جدا كانت مطروحه. خلينا نتكلم على الاتفاق او التعاقد مع موسيماني. ايه كانت اهم الاسباب او ايه اكتر الحاجات اللي خلت الاهلي يتفق مع موسيماني؟ اول حاجه طبعا احنا موسيماني بالنسبه لنا كان اولويه ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. كان عندنا سيفيهات كتير موجوده فعلا، وكان في مدربين محترمين جدا وانا بشكرهم دلوقتي، طبعا ما ينفعش اقول اساميهم بس بشكرهم ان هم كانوا مهتمين يكونوا موجودين معانا في النادي الاهلي. بس احنا موسيماني كان بالنسبه لنا الاختيار الامثل، ان هو كان مدينا يعني هو الشخص المناسب في التوقيت ده والفتره الجايه. احنا بنتكلم في شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان، فهو البروجكت بتاعنا في كام سنه جايين موسيماني هو بالنسبه لنا راجل مفيد جدا الفتره دي. التفاوض مع موسيماني كان سهل؟ انا عارف انه والجماهير الاهلي يمكن عندها احساس بده من مواقف قبل كده سبقت، انه الراجل يعني يكاد يكون عاشق ومنتمي ومشجع للكيان. هل كان التفاوض معاه لتولي المسؤوليه امر سهل بالنسبه لكم؟ التفاوض معاه كان شكله ظريف جدا. هو طبعا كان مرتبط بنادي سان داونز. احنا كان كابتن خطيب كان عنده تعليمات واضحه ان احنا لازم يكون في موافقه من نادي سان داونز، مش هينفع ان احنا ناخد موسيماني. هو كان ممكن يكون عنده حاجات في عقده تسمح له ان هو يمشي هناك، لكن بالنسبه لنا ده كان حاجه صعبه جدا، لازم يكون موافقه من النادي ومن رئيس النادي شخصيا عشان احنا نكمل في الديل معاه، وده اللي حصل فعلا والامور مشيت بشكل كويس. اخذنا مثلا ممكن تكلم في حوالي ممكن من 4 لـ5 أيام لغايه ما خلصنا الديل والحمد لله مشت للاخر. وبالتاكيد الراجل جاي عنده طموح كبير جدا، خصوصا انه كلامه عن النادي الاهلي ورؤيته لمستقبله مع النادي الاهلي بيحمل امال كبيره جدا. هل كان ليه اي طلبات خاصه او كان ليه اي اشتراطات بعيدا عن الناحيه الماديه مرتبطه بشروط التعاقد؟ شروط التعاقد كده كده هو راجل بيبص برضه للمصلحه العامه، يعني هو لما يكون عنده اي طلبات دي حاجه تكون مصلحه النادي برضه، واحنا بالنسبه لنا دايما بنكون عايزين نوفر كل الاجواء المناسبه للمدرب ان هو ينجح، سواء من حيث ان احنا الاجواء جوه الملعب او في اوضه اللبس او اختيارات اللعيبه او حتى الصفقات. فبالنسبه لنا كان طبعا الراجل عنده شويه حاجات احنا نفذناها له كلها الحمد لله، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في كمان كل فترات هيبقى في حاجات جاهزه بالنسبه له. بالتاكيد اتكلمتوا معاه في مشوار الاهلي في افريقيا، او بتهيألي ده الهدف الاهم في المرحله اللي جايه. عندنا فتره يمكن ناحيه الوقت ضيقه شويه على استعدادات الفريق لمواجهه الوداد قبل النهائي. هل كان في كلام معاه او شروط معينه مرتبطه بمشوار نادي الاهلي في مشوار افريقيا؟ لا مش شروط، هو الراجل عارف الوضع عامل ازاي، والراجل هو في افريقيا وعارف ان احنا عندنا سيمي فاينل كمان اسبوعين من دلوقتي، فهو عارف ومقدر الكلام ده كله. بس زي ما قلت لك الراجل ده هو مكمل معانا فتره، احنا بنتكلم موسيماني هو مش جاي اسبوعين ومش هيبقى موجود، لا هو معانا عقد سنتين. العقد ده بيديله براحه ان هو ازاي نبني ايدنتيتي النادي الاهلي، نبني هويه الفرقه يكون شكلها مختلف، يشتغل مع قطاع الناشئين. يعني احنا بنتكلم في بروجكت، مش بنتكلم ان هو راجل جاي النهارده يكسب ماتش او ماتشين ومش موجود، فاهم قصدي؟ فاحنا بالنسبه لنا لا، هو افريقيا بالنسبه لنا هي الاساس، احنا بالنسبه لنا افريقيا لازم تكون موجوده ان شاء الله في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت برضو الراجل جاي يبني بشكل كويس معانا الفتره الجايه. معروف عن موسيماني انه بيميل شويه لسوق لاتين امريكا، يعني بيحب يروح لامريكا الجنوبيه بشكل كبير في الانتدابات او في انتقالات اللعيبه. هل اتكلم معاكم في ده، وهل من الممكن يكون ليه تاثير في صفقات الاهلي اللي جايه؟ خلي الصفقات في وقتها، احنا شغالين وبرضه الناس تكون مطمنه، احنا شغالين بقى لنا فتره بس مش لازم كل حاجه بنشتغل فيها لازم نعلنها، يعني لازم برضه الناس تكون فاهمه كده. ساعات بيقولوا ان احنا بنتاخر او مش بنقول او مش شغالين، لا احنا في حاجات شغالين فيها وحاجات مش واضحه للناس ما ينفعش تظهر دلوقتي، لكن في وقت من الاوقات ان شاء الله هتبان. طيب لو حبيت انت تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي، ايه نوع الدعم اللي ممكن يقدمه الجمهور للفرقه ولموسيماني مع بدايه توليه المسؤوليه يا امير؟ لا الدعم ان هو يكونوا في ظهر الناس. احنا فتره جايه مهمه جدا بالنسبه لنا، فتره حرجه جدا، عندنا افريقيا ده هدف رئيسي بالنسبه لنا الفتره الجايه، عندنا بعدها يعني السنه دي هي سنه مضغوطه شويه عشان كان في عندك الكورونا رحلت الموسم، فعندك افريقيا بعد كده كاس مصر بعد كده دوري وافريقيا، فهم 8 شهور فيهم 4 بطولات كبار،
فلازم يكون في دعم من جمهور اللعيبه. انتقادات طبعا في محلها وكل حاجه، انا مقدر الكلام ده كله، بس برضه انت عارف بالذات امير كلامك بمنتهى الصراحه، يمكن في جزئيه التعاقدات دايما في كلام كتير جدا، وفي اوقات كتير جدا بيبقى هجوم موجه بيستهدف الناحيه دي او الجزئيه دي مع النادي الاهلي، فبرضه لو تحب توضح او تكلم الناس، انا يهمني طبعا ما تردش بقد ما توضح للجمهور الاهلاوي ايه حقيقه الموضوع. لا مفيش حاجه، احنا بالنسبه لنا بقول لك احنا كل حاجه في وقتها بنعلنها. الطبيعي في شغل التعاقدات عامه هو السريه، فمش منطق ان انا النهارده اروح مثلا في لعيب موجود خلصت معاه وبخلص معاه، مش هقول احنا خلصنا مع اللعيب ده، هي كل حاجه في وقتها لازم بنتكلم فيها في التوقيت المناسب بالشكل اللي يكون مناسب لاداره النادي، فالناس في الاخر تكون مطمنه ان احنا عاملين خطه كويسه للفرقه فنيا وتسويقيا حتى كمان مع موسيماني الفتره الجايه، فيعني ان شاء الله ربنا يسهل تبقى فتره كويسه ان شاء الله. كل التوفيق ليك امير، بشكرك شكرا جزيلا. مرسي جدا جدا. مرسي. شكرا جزيلا. طبعا كلامنا عن موسيماني لسه مستمر، وزي ما قلت وزي ما كنت بتكلم مع امير، الحقيقه انه الراجل عمل نقله نوعيه في سان داونز، مشواره مع سان داونز اللي امتد لحوالي 8 سنين تقريبا، يمكن نقدر نقول انه ضاعف من عدد بطولات سان داونز، استلم النادي مع 5 دوري و8 كاس، قدر يخلي ال5 دوري 10 دوري، والاهم كمان ان هو قدر يحقق بطوله افريقيا ولقب سوبر افريقيا. عايز اقول لحضراتكم انه موسيماني بيعتبر المدرب رقم 28 في المدربين الاجانب اللي تولوا المسؤوليه الفنيه طبعا كمدير فني للنادي الاهلي، ويعتبر اول مدرب افريقي، وبتنتظر منه جماهير النادي الاهلي الكثير والكثير. كلامنا ومتابعتنا للمؤتمر مستمر مع حضراتكم، تابعونا.